يسعد مساكم، معكم عفرة من عفورة بلوك. اليوم رح نتكلم عن ايش؟ رح نتكلم عن صبغات الكلوروفورم. طبعا من الحاجات اللي تحمست جدا انه استخدمها، يعني الحكي عنها جدا كتير وجميل جميل جميل جدا، وفعليا على قد المدح والكلام اللي جالس ينقال عنها. طبعا الكلوروفورم هي عبارة عن صبغة موجودة في الاشياء الخضراء، في الورقيات الخضراء، ف يعني بيستخلصوها بياخدوها مركزة، يعني مثلا زي العصير الأخضر، الأشياء اللي بتحط فيها البقدونس، المشروبات الخضراء اللي تشربيها، الواحد يشربها من أجل تعمل ديتوكس، بتنظف الجسم من السموم، كمان بتعمل أكسدة في الجسم، بتخلي الجهاز الهضمي بيشتغل مظبوط، بتغير ريحة الجسم بشكل أفضل لروائح مستحبة أكتر. من الحاجات اللي كمان تعملها بتخفف، ما شفت خفيف الوزن ابدا، بس بيقولوا بيخفف الوزن. ممكن بتعتمد يعني عندي صار قناعه خساره الوزن من جسم لجسم بيختلف بشكل مره كبير، سبحان الله. فبس في ناس فرقت معاهم مره كبير من ناحيه انه ساعدتهم انه يخسروا الوزن، لانه بيقولوا انه بتسد الشهيه. انا ما صورت معي الحاجه دي نهائيا. طيب الحاجة حلوة انه تستخدموها، طبعا طريقة استخدامها انه تاخدوا ملعقة واحدة صغيرة وتحطوها على كاسة على كاسة حقت موية. طبعا المادة دي مرة مركزة، تمام؟ فيعني حاولوا، يعني حتى انا بعض مرات الملعقة دي بحطها في يعني جك كامل حق موية، يعني حتى ولا ما بيكون لها لون نهائيا، لانه المادة ثقيلة تعتبر، فبالتالي ممكن يعني مع مدة الاستخدام او طول الاستخدام ممكن انه شوية تتركز على الكلى وزي كده. فيفضل انه مثلا نستخدمها في الشهر لمدة 5 ايام لاسبوع. يعني انا مؤقتاها انه استخدمها بداية الشهر، كل ما يدخل شهر جديد بكون عاملة انه خلص اليوم الاسبوع مثلا دي او الخمس ايام دي راح اشرب فيها الكلوروفورم، انقي الجسم وتصفي الجسم من الشغلات السموم اللي موجودة في الجسم، تمام؟ طبعا كل ما زدتوا كمية الموية كل ما يكون افضل، بيكون المادة نفسها تركيزها اخف، بس بنفس الوقت بتعطي المفعول للجسم، تمام؟ يعني انا الحين هذه الاوريدي شايفين الكمية دي اللي حطيتها الملعقة، ممكن عادي احطها في الكمية اكبر واخليها في الثلاجة خلال اليوم، ممكن عادي اشربها، تمام؟ غير كده المادة دي بتجي بنكهة النعناع او بدون فليفر. انا اللي عندي نكهة النعناع، ما نكهة مش قوية مش مزعجة جدا. البدون نعناع بصراحة ما بعرف طعمه كيف، ممكن يكون طعمه عشبي اكتر، فبالتالي كل ما حطيتوه في موية اكتر كل ما حيروح يخف النكهة نفسها، تمام؟ من الحاجات اللي برضو قاعدة استخدمه فيها في الماسكات حقت البشرة، يعني مثلا عندي ماسك حق الشاي الاخضر زي كده، بتلاقوا ربع ملعقة صغيرة كم نقطة حطيت منه، لانه الاشياء الخضراء او صبغة الكلوريفورم مرة حلوة للبشرة، اللي هو زي ما قلت لكم بتعمل اكسدي، يعني اكسل اللي هو تمنع التأكسد والحاجات دي في البشرة، فبحطها في خلطة الخلطات حقت الوش، وكمان بشربها خلال اللي هو من 5 ل7 ايام. وبس كده نكون اعطيناكم ريفيو بسيط عن صبغة الكلوروفورم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الاشياء اللي قلناها في الفيديو لليوم. وبس مع السلامة حبايب قلبي، لا تحرموني من اللايك والسبسكرايب والاشياء الجميلة. اشوفكم على خير، باي باي.